سائل يقول: هل يشرع كلما صليت في المسجد النبوي أن أذهب فأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه؟ لا، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز، هذا من اتخاذه وثنا، التردد عليه. لا تجعلوا قبري عيدا، هذا من اتخاذه عيدا، تردد عليه، لا يجوز هذا. إذا قدم من سفر وصلى في المسجد النبوي يذهب ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي هذا. نعم.